حقيقة يعني سماحة السيد، هناك وزراء استؤزروا يعني ينتمون إلى التيار الصدري أو للكتلة الصدرية، طلبوا الاستقالة قبل فترة منهم، مثلا وزارة السياحة. البعض يقول أن هذا يعني بتوجيه من مكتب السيد أو من سماحتكم. هل هذا الموضوع صح؟ هل هذا الموضوع موجودة لجنة سياسية من مشكلة من المكتب، يمكن مراجعتها لبيان تفصيلي لو صح التعبير. أنا لا أتدخل بجزئيات، وأنا مثل ما قلت أنا أنصح في حالة وجود طلب للنصيحة.